زوجي زينب. تدري علي خليها خليها تشوفوا سوايات على الخليفه. خليها قومي خليها تشوفوا سوايات على الخليفه، لانه مو الكل تشوف اذا شافوا في الصور ما له ذات نفس الخليفه. فطوم دشي داخل. خلي تاثير عزيز اذا شفتونه في الصور ما له تاثير. خلها تشوفوا. والله لو شفتونه في الصور ما بتصيحوا نفس الحين. وين الدمعه ما طلعت مني الحين؟ شايفه هون انتم اللي قاعدين تصيحون. انا لا بصيح بصيحون زياد بس انا مجوده روحي. شوفوا دول اللي قاعدين يصيحون. طلعنا في قلبك. الله على الناس. شوفوا الناس اللي قاعده تصيح مو انا. شوف اللي سوى هذا الشيء ليه قال؟ ليه قال؟ حرام حرام. انا انطلق احلكم الحين انا بس ما ابغى اسوي هذا الشيء. بس تفكروا في اللي سوى هذا الشيء. انا ابغيكم انتم ابغى اشوف موقفكم انتم تصيحون ولا ما تصيحون. انا قلت ما بصيح. بشوفهم هم يصيحون ولا ما يصيحون. اكو صحتهم قبلي. انا افكر بس اللي سوى في هذا الفعل سوى في واحد شلون قدر في الثاني والثالث اذا انتم ما قدرتون تشوفون هذا الشيء. يا علي انا بالامان اني وقفت صيحتي بامكان اني اصيح بس لا وش اصيح ما اصيح. هذا فخر الي فخر الي وانا هذا اللي طلبته. اللهم تقبل مني هذا القربان. اللهم تقبل مني هذا القربان.